وهون بلشوا بدهم يشتغلوا بعد الأزمة ب 32 33 اجت الحرب 39. فبسنة 1945 رجعت أوروبا لسنة 1870. مداولات مجلس العموم البريطاني، يعني منيح بس يكون عندنا طلاب عم يشتغلونا، ومداولات مجلس الأمة بألمانيا واضحين. كل البلوكات البرلمانية، مش بلوكات النفط، يعني المجموعات البرلمانية اليسار واليمين العمال والمحافظين كانوا بيتساءلوا كيف بدنا نرفع، مش بدنا نرفع، كيف بدنا نحسن مستوى العيش. إحدى ملاحظات الضباط الأمريكان بمنطقة النورماندي بشمال فرنسا يقول شو هالبلد ما في تواليت بالبيوت. فعلا كان الوضع الاجتماعي صعب. دونك إحدى المداولات بتقول كيف بدنا نحسن الوضع المعيشي. إحدى ممثلين الأمة كيف بدنا نفوت كهرباء على البيوت، كيف بدنا ندفيهم، كيف بدهم يأكلوا الطبخ سخن. فعلا بنفس الوقت على دولة ألمانيا ودولة بريطانيا العظمى بعد الحرب تبني كل الانفراستراكتور، كل البنى التحتية، الجسور والطرقات وقنوات المي، التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. بتعرفوا بألمانيا وبفرنسا الحكومات يومتها اضطرت، مش لأنه في سبب سياسي وعقائدي، تخصخص قطاع البنوك، القطاع الصناعي. ليش؟ لأنه أغلب الصناعيين بألمانيا فاتوا على الحبس تعاونوا مع النازيين، وأغلب الصناعيين بفرنسا طفروا. الحكومة الفرنسية ما فيها تدفع لهم حق السلاح والإكيبمنت، ونفس الشيء بألمانيا ونفس الشيء بإيطاليا. ما صارت الخصخصة عقيد، ما صارت عفوا اجت للببليك سيكتور عمموها أو ناشوناليزيشن، مش لأنه شيء عقائدي، لأنه إذا الدولة ما عملت هيك الناس ما فينا نشتغل، ما فينا نعمل لهم قطاعات صناعية، ما فينا نخلق لهم وظائف عمل. وطلع القرارات مثل اتفاق بين الحكومات وبين مجالس الأمة بألمانيا وبفرنسا، أنتوا يا الدوائر أو الإدارات المحلية واللاندرز بألمانيا بتعتنوا بمجال الطاقة للبيوت وللمدن، وبتجيبوا غاز من مناجم الفحم، الغاز الفحمي تاون غاز والكول بيدت غاز، يلي الكالوريفيك كاباسيتي تاعيته واطية بالنسبة للناتورال غاز. بس هيدا كانت الحلول الموجودة. وقامت الإدارات المحلية بيوكي واللاندرز بألمانيا ينظموا هيدا القطاع، وصاروا يعملوا سب كونتراكتينج لمؤسسات اس ام اي خلقتها الادارات العامه، لانه فعلا هي الاس ام اي الخاصه اللي بتعطي وظائف عمل. اجت ال 65، بال 65 شو صار؟ اكتشاف النفط بيبقى والغاز، الغاز الطبيعي الميتين تقولا بالبحر الشمال، وصار تحويله لبريطانيا. وبالسبعينات اكتشاف الغاز بنيذرلاند البلاد الواطئة، وصار تحويله لألمانيا. وهون دخلنا بتقنيات جديدة، الإدارات المحلية ما كان فيها الديرة. فمشان هيك ببريطانيا خلقوا البي جي، شركة بريتش غاز العامة، لكن موديل العمل كان موديل قطاع خاص، الإدارة بإيد الدولة وكل شيء سب كونتراكتد للأس أم إي لحتى فعلا نحافظ على وظائف للناس. ملنا الشركات الضخمة يلي بتعطي وظائف للناس هي الأس أم إي. وإجت تاتشر عملت تخصص لبريفاتيزيشن للقطاع، ونفس الشيء بألمانيا. هيدا الوضع بعد الحرب، وهيدي هي الحلول. المثل هيدا كتير مهم، لأنه نحن وضعنا هلأ كوعد الحرب العالمية الثانية بدون مبالغة. بس بدي أعطي هالصورة تتبرهننا بالأزرق الفاتح الاستثمارات بالإنفراستراكتر الغاز قديش قوية. على فكرة بتعرفوا أنتوا بريطانيا 250 ألف كيلومتر مربع 60 مليون نسمة، ألمانيا 80 مليون نسمة 350 ألف كيلومتر مربع، طول الشبكة 28 ألف كيلومتر تقريبا، بين 25 ألف و 30 ألف كيلومتر، شيء ضخم، شيء عملاق. الانفستمنت بالإنفراستراكتر تاع الغاز عالي، رغم أنه سنة 92 كانت شبكة الغاز حاضرة، بس لكن سنويا في استثمارات بالتسعينات
للألفين الاستثمارات كانت تقريبا 10 مليارات دولار بألمانيا extension of lines أو ترميم. تنيجي نحن لوضعنا بهديك البلدان بهديك الأيام ما كان في غاز محلي، كان في غاز ضعيف الكالوريفيك كاباسيتي. بعدين بالستينات صاروا يجيبوا من بحر الشمال ومن ألمانيا. نحن الغاز موجود عنا بأرضنا. العراق حسب EIA، وهون بدي نوه أنه فعلا كان عندنا مشاكل، طلابي كان عنده مشاكل يحصلوا على معلومات دقيقة من الإدارات بعراق بسوريا بالأردن وبالأراضي الفلسطينية المحتلة. نعتمد هون على EIA. العراق عنده 130 TCF proven reserve. لبعض الإدارة العراقية بتقول في 220، والريسورسز يعني الموارد غير مؤكدة 228، بعض الإدارة بيحكي عن 400. بسوريا في المؤكد بين 8 و12 TCF. EIA معلوماتها 8.5، أنا معلوماتي من الشركات قبل ما أجي عن لبنان كان 12 TCF، والغير مؤكد هو 100. بلبنان عندنا 0 والغير مؤكد هو 50. 50 هيدا مش من LPA، يعني أنا هون ما عم بحكي باسم LPA، عم بحكي كخبير نفطي. مش هيدا الرقم منه من LPA صراحة، هيدا معتمد على أرقام من EIA ومن المركز الجيولوجي للمركز الأمريكي الجيولوجي. بفلسطين المحتلة في 35 بروفن و 35 غير مؤكدين، وبالأردن من 0.2 لواحد بروفن وفي 7 غير مؤكدين. الأردن حالي خاصة لأنه في غاز غير اعتيادي unconventional، وأنا من الجماعة معارض بشدة أنه نبلش نستهلك هيدا الغاز، نعمل له exploration ونستهلكه قبل ما نخلص الconventional. هيدا هو وضعنا. الفرق بيناتنا الوحيد انه نحن عندنا موارد ضخمه، هني ما كان عندهم بعد الحرب العالميه الثانيه. والشيء الكومن بيناتنا انه بلادنا مهدمه بشكل فظيع، وبدنا نعطي سقف للناس المهجرين ان كان بلبنان او بسوريا او بفلسطين او بالاردن او بالعراق. اجمعوا لنا شوي الارقام. فينا نقول حسب الاي اي اي انه الموجودات المؤكده تقريبا 200 TCF بهالأربع خمس بلدان. بشوفوا الإنتاج، إنتاج الغاز. باخد سنة 2011 قبل الأحداث السورية. السوريين على 11 TCF كانوا بينتجوا 0.25 TCF سنويا. العراقية مع 126 TCF كان إنتاجهم قريب للإنتاج السوري. ضعيف جدا جدا جدا. بال 2014 بسوريا نزلوا وبالعراق كمان. نجي تنحكي عن الاستهلاك. موارد ضخمة، في عملية تصدير للزيوت للأويل للغاز، هيدا هو الوضع. الانتاج ضعيف، والاعتماد على الغاز لانتاج الكهرباء ضعيف جدا. فبناخذ الوضع السوري، منقول سنة 2014 كنا ننتج حاجة سوريا 6 جيجا لـ8 جيجا. كنا ننتج 0.14، نستعمل 0.14 تي سي اف للكهرباء، يعني لـ3 او 4 جيجا. 3 اكثر من 4. بالعراق 0.17 تي سي اف فقط. حاجة العراق تقريبا 20 جيجا للكهرباء. هيدا كان يمول بس معملين في 3 جيجا او 3.5 مش اكثر، والباقي على الزيوت على الفيول. الأردن حالته حالي. الأردن يعني سمعنا من شوي أنه الأردن شوي مع عتب أنه بده يمضي مع الإسرائيلية. مشكلتنا نحن الأوروبيين إجوا للعراق ولسوريا بال 2007 تيعملوا MOU لتصدير الغاز لأوروبا. قصة غاز إسرائيل أبروس أوروبا منا قديمة جديدة بالنسخة إسرائيل أبروس، بس قديمة بالنسخة العراقية السورية أبروس أوروبا.
لكن ما كان في توجه أن نقول هالأردني شو بده غاز. بتعرفوا قديش كان لبنان والأردن عم بيفاوضوا من 3 سنين تيشتروا ليكيفايد ناتورال غاز؟ كانوا عم بيفاوضوا عليه من 17 دولار ل 23 دولار مليون بي تي يو، بينما كان هالغاز يباع بالعراق ب 1.8 مدعوم. هيدا السعر مش مزبوط، افضل لازم يكون 3.5-4 دولار. ايه هلا عم يعرضوا عليه للاردن ب 5 دولار؟ ايه بقول لا. يعني كمان غياب هالنتورك البيني بين الدول العربيه وخاصه بين دول المشرق عم نخلي البعض ياخذ قرارات غير شعبيه وغير محببه منا كلنا. تنكمل نحن على الوضع الحالي لهلا شو منقول؟ نحن بحاله حرب او ما بعد الحرب، في عنا موارد غازيه ضخمه، ما عنا نتورك ورح نشوفها. بالعراق في انبوبين 1970 1500 عاطلين عن العمل. العراق تاريخه بانابيب الغاز من سنه 1958. خطط تطوير انابيب الغاز بالعراق كان ما في قبلها بالعالم الا الاتحاد السوفيتي واوكرانيا قبل الكلابس للاتحاد السوفيتي. كل الخطط العراقيه الحاليه لانشاء انابيب جديده عم تفشل بقطاع الغاز. يلي منأكده انه في هلا انبوب بيشتغل على الناتورال غاز بيربط حقول خورمور تك تك ميرلان لسليمانية وإربيل لإنتاج الغاز. يقال إنه في أنبوب بضواحي البصرة، بس طلابي ما تأكدوا إنه هالأنبوب بيمشي، مرة بيمشي مرة بيمشي. صار في محاولات لإنشاء أنابيب موازية للأنابيب القديمة اللي كانت مبنية قبل 2000، يقال إنه بعضها بقى بالفشل. إذن وضعنا النتورك لهلا بالعراق اللي عنده ما موارد ضخمة من تحت المعدل. منيجي نحن لسوريا، وضع السوري قبل 2011 ما كان عاطل، كان عنده نتورك تقريبا مشي 4000 كيلومتر، وكان رابط الحقول بين بعضها وللمدن الرئيسية، وكان في الخط العربي المصري الأردن مصر الأردن يلي كان هو فعلا نحن بس كنا نحكي عنه بدوائر الإيو، كان كتير مبسوطين في إنبوب عربي جاي أو إنبوب بين الدول العربية. بيوصل لسوريا لبنان وكان لازم يكمل لتركيا. هلأ هيدا هالإنبوب عاطل عن العمل. إذن بنا ناخذ قرار بمجلس الأمة بلبنان وسوريا وبالعراق وبالأردن وفلسطين إنه بدنا نحسن مستوى السكان ويكون في عندهم كهرباء 24/24. أول خطوة لازم نعملها إنه نسخن طبخ على نار على غاز إنه عنده قوة حرارية عالية. أول شغلة بدنا نعملها بدنا نعمل خطوط أنابيب تربط الحقول بين بعضها، وخطوط انترستيت بينية بين الدول، وخطوط تدخل إلى المين سيتيز بالبداية. الدراسة الأولية وبمرحلة أولية بتقول، وهيدي هالأرقام ناتجة عن نمذجة رياضية، حاجة العراق الحالية لربط الحقول ببعضها وربط الحقول ببعض المدن الرئيسية وإنشاء خط بيني بيوصل لسوريا هي 3000 كيلومتر. حاجة سوريا الداخلية تقريبا 3000 كيلومتر، لبنان والأردن 1000 كيلومتر. هول تسعيرهم أرخص من الإنبوب القبرصي الإسرائيلي. هونيك شفت الكيلومتر بيكلف، كنت عم بحسبهم سعادة سفير تركيا، كنت عم بحسبهم 5 ملايين بالكيلومتر. لا، هون حساباتنا مليون بالكيلومتر. وهون بأكد لكم أنه في عنا خبرات العراقية بمجال الأنابيب مشهورة، خبرات السورية مشهورة، خبرات الفلسطينية والأردنية اللبنانية مشهورة. بتروحوا على غرب أفريقيا، على شرق أفريقيا، بتروحوا على أمريكا اللاتينية، بتروحوا على أمريكا على آسيا الوسطى، بتشوفوا المستثمرين اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين هونيك عم يبنوا أنابيب. إذن
لبناء النتورك بين الحقول واللي بيوصلنا على ضواحي المدن بنا من 8 ل 12 مليار دولار. نجي هلأ أول دراسة عملناها اخترنا 6-7 مدن، مش عارف ليش ما حطينا عمان. 7 مدن عدد سكانهم 12 مليون نسمة، وقلنا كان ممثلين مجلس الأمة عاقلين وأخذوا قرار بتحسين وضع المعيشة، يعني الكهرباء على البيوت والغاز على البيوت مشان الناس تعمل طبخ مرتب. شو معناتها هيدا؟ معناتها إذا نحن أخذنا هالقرار معناتها بيصور استهلاكنا قريب لاستهلاك جنوب أوروبا أو بدي سميه دول شمال المتوسط. وهون مشان الغاز مشان الكهرباء لها 12 مليون نسمة بدنا 0.6 تي سي اف. وإذا بدي مد الغاز على البيوت وعلى الأوتيلات فوتوا على المدينة بدي حاجة 0.3 تي سي اف. يعني أنا هون كان في عطي عنوان البرزنتيشن كيفية خلق سوق محلي، بس لا، لأنه هدفي هو القطاع الخاص. فمنشوف نحن ل 12 مليون نسمة بحاجة تقريبا لواحد تي سي اف سنويا. كل شركات العالم بتركض مشان تنقب عنا، لأنه أنا مأمننا ل 30 سنة دكتور فادي، 30 سنة هي المعاهدة الكونتراكت بين الدولة والشركات. أنا بأمنهم سوق محلي 30 سنة. ما بدي روح أعمل ماركتينج وروح فاوض مع الكورية واليابانية، عندي السوق المحلي. وإذا كنت أسكى تكون قوانيني أقوى من هيك. بوسعها لتشمل 24 مليون نسمة بالمرحلة الثانية، والثالثة 36 مليون نسمة. عندنا 1 تي سي اف. المدخول قديش؟ 5-8 مليار دولار بالسنة. الريفينيو للشركة أو للشركات التي تعمل بالنقل والتوزيع، يعني الميدستريم والداونستريم غاز، فقط ل 12 مليون نسمة 5-8 مليارات. احفظوا هيدي الأرقام بكل صراحة، من قادر يعمل هالشي؟ الدولة، ما الله يساعد الدول، مش الله يساعد، مش إنه مش قادرة، مثل ما بيقولوا بالفرنساوي عندها ميل شقف ويتي، يعني ألف بسيني لحتى تشل الجل بتاعها. مين قادر؟ الدولة مهامها تعليم، مهامها البنى التحتية، أعمار المدن المدمرة. وإلا الدولة بتقول لي أنا أي بدي أعملها بس بعد 30 سنة بس خلص الجسور والطرقات، بيكون ساعتها الغاز يلي عم نطلعه من أبارنا خلص، ما عاد في غاز لأنه كلنا صدرنا. فعلا لا أرى إلا القطاع الخاص، إن كان وطني أو شركات أجنبية، مع العلم إنه الشركات الأجنبية موجودة بالإكسبلوريشن برودكشن بشكل قوي، رغم إنه منقول إنه الموارد للدولة، بس تنعترف يلي عم بيعمل لإكسبلوريشن هن الشركات الأجنبية دفكتو بدون ما، يعني ما بدنا تحليلات ضخمة، ما في إلا القطاع الخاص القادر إنه يأمن لي كهرباء 24/24 كمان على الغاز، ويأمنني وصول الغاز للبيوت. لكن هل منستسلم لهالشي؟ لا. هيدي آخر سلايد رح ريحكم. كنت حابب بلش بالنقطة الثانية قبل، بس ليش بقى حطيتها الثانية قبل كل شيء؟ إيقاف تهوية الغاز الفليرينج. يعني تعطيكم مثل، بخلال 4 سنوات بالعراق كل الغاز يلي طيرناه هيك بالهواء 15 مليار ل 20 مليار دولار. بسوريا قبل 2011 سنتين كلفة الغاز المطير بالهواء 3 مليارات دولار. يعني بجمع اثنين اللي طيرناهم بالعراق وطيرناهم بسوريا واللي طيرناهم بلبنان من تأخير من تأخير المزايدة، كأنه عم نعطي، كان فينا بهالمصريات هيدي نعطي نعطي كهرباء ببلاش لسوريا ولا لبنان لأربع سنوات. قبل كل شيء إيقافه. صار في قرارات بإيقافه بال 2015 لكن هالقرارات غير محترمة. تاني شيء، لا أعتقد أنه فينا نقارب موضوع الطاقة كل بلد على حدة وكل مدينة على حدة وكل أقليم على حدة. لا، بنا مقاربة على صعيد المنطقة، على صعيد لبنان، سوريا، العراق، الأردن، فلسطين لهالشيء.
ورح قلكن ليش بعدين. ثالث شيء، عندما نقرأ الأطر القانونية لتطوير الميد والداونستريم بالدول العربية، كعامي في بعض الدول بعد من أيام الانتداب الإنجليزي والتاني من أيام الانتداب الفرنساوي، حذروا من هني هالدول فعلا. وإذا منقارن للتاريخ على أيام حمورابي، كان في رولز أقوى من هلأ للنقل وتخزين الهيدروكربونات. نعم، علينا إعداد أطر قانونية عصرية وشفافة لإدارة قطاع النقل والتوزيع لسببين. بدي أجيب المستثمر بيقول لك أعطيني ضمانات مش كل سنة تأمم لي، والمستهلك بدي يقول لي يا حبيب قلبي هلأ بكرة بسعر المليون بتيوب $10 ما فيه يدفع، هيك بده يصير. بدي ضمن اثنين، وبدي أقول له يلي صار بألمانيا وإنجلترا صحيح كل شيء مرق للقطاع الخاص، لكن ما صار في تحرير للسعر. تحرير فرضيته مين؟ الهيئات الناظمة. وهونيك ما بيسموها هيئات، أو بيسموها وكالة الشعب يوكل، أو يسموها authority سلطة. اسمحوا لي معالي الوزراء ما كانوا هون والبرايم مينستر ما كان هون، فعلا بالدول المحترمة هناك سلطات ناظمة شفافة ومستقلة وليس هيئات استشارية. عملنا الإطار القانوني، أنشأنا هيدي هالهيئات، وهون هالهيئات لازم تشتغل بين بعضها، الهيئة اللبنانية السورية الأردنية الفلسطينية العراقية بطريقة متجانسة. في سندروما بالصناعة، بتعرف شو بنسميه؟ سندروما السكك الحديد بالمشرق. بالبداية القرن العشرين نعطى رخص كتير لسكك الحديد بالمشرق، بالموصل، بكركوك، بسوريا، بلبنان أيام السلطنة. وصار في إدارات، إدارة نمساوية وإدارة إنجليزية وإدارة فرنسية وإدارة عثمانية. ومش بس هيك، وإنه التيكية اللي بتشتريها برياء إذا فيك تسمح لك تروح على بيروت، بس ما بتسمح لك تروح مثلا على حلب، أو بتشتريها ببيروت ما بتسمح لك إلا بتروح من شمال لجنوب. مش بس هيك، عرض السكة هوني الخط الساحلي عرضه أقل من الخط الداخلي. بنا تجانس لحتى ما تصير هالسندرو ما عنا، وخاصة بالأنابيب البيني الانترستيت. أنشأنا الهيئة الناظمة، بنا هيئات رئابية، لأنه المستثمر المواطن ما رح يرضى بهالشي. ما أنتوا يمكن أنتوا بلد في كتير فساد، بل كنتوا هيئة ناظمة فاسدة. هون بنا هيئات، بنا سلطات رقابية لحتى ينعمل الشغل مزبوط، لحتى يصير في تطمين للمستثمر ولا المواطن. أنشأنا الإطار القانوني، الهيئات الناظمة والهيئات الرقابية. هلأ منجي للسياسي، وهون السياسي والاستراتيجيات، إنه على الطريقة اللبنانية عنا سياسي للأوفشور لوحده، عنا الأونشور لوحده. كأنه يا لطيف لبنان 5 ملايين كيلومتر مربع يا زلمة، مش معقول البلوك بالمغرب 200,000 كيلومتر. يكون في عنا سياسات طاقوية عابرة للقطاعات، من الاستكشاف للإنتاج، لإنتاج الكهرباء، لإنتاج الغاز والنفط، لإنتاج الكهرباء، الكهرباء الإحفوري أو الكهرباء المتجدد. كل هيدا لازم يكون بعهدة هيدي السلطة، سلطة أو السلطات يلي بتعمل السياسات والاستراتيجيات التقوية. بعد ذلك نفتح المزايدات للمستثمر، مش قبل منا. مارغاريت تاتشر ما خصخصت قطاع الغاز أو المناجم إلا ما بعد ما أنشأت سلطات قوية أقوى من البرايم مينستر بس تأخذ قرارها. وشكرا. شكرا دكتور ناصر على هذه المداخلة التي أدخلت عناصر جديدة في النقاش حول الغاز. الباب مفتوح أمام تعليقات أو أسئلة قبل ما نتوجه للغدا. دكتور خدوري.
Can you repeat the question? What's the prospect of the Israeli-Turkish pipeline? Israeli-Turkish pipeline. Well, negotiations have been going on for many years. No, there is no such negotiation. You know, we have just normalized our relations with Israel. And the Israeli energy minister attended the World Energy Conference in last May. And for the first time, the two Turkish and the Israeli energy ministers met on the margins of that meeting. But we are not negotiating any pipeline or anything, any agreement with the Israelis on that. But Your Excellency, you are negotiating with war. What? That there were negotiations in the past. So far, there is no negotiation. I mean, as far to the best of my knowledge, there is no pipeline negotiation, subsea pipeline negotiation, as far as I know. Yes, thank you. I think I mentioned it already that for us, the option of export Cypriot gas to Turkey is not something that we have, we don't discuss, but this will be discussed only once there is a settlement to the Cyprus problem, or if